خشي الرحمن بالغيب، يعني خاف الله سبحانه وتعالى بالسر، كما في الحديث في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل الله خاليا ففاضت عيناه، خالي ليس عند أحد من الناس. فهذا هذا البكاء من خشية الله يطفئ بحورا من الذنوب والمعاصي، لأنه بينه وبين الله ليس فيه رياء ولا ليس عند أحد، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب مقبل على الله تعالى خاضع له سالم من الشرك والمعاصي والشبهات والشهوات. ادخلوها بسلام، يقال له ادخلوها زيارة في نعيم، ادخلوها بسلام، سلام من الآفات والشرور والنقائص، وتسلم عليهم ملائكة، ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود، هذا اليوم يوم يخلد فيه المؤمنون، يخلدون فلا يرحلون ولا يضعنون ولا يبغون عنها حولا.